احرازك هدف بره ملعبك دي حاجه مهمه جدا وده دي الحسبه الصح يا ايمن. تفتكر ممكن يكون مستر موسيماني ولو انا ما كانش موجود ساعتها يكون كلمه مع المباراه اللي هي بتاعه 2017 اللي الوداد خد مننا البطوله لما كسبنا هناك 1-0؟ لا مش نوعيه، هو مش نوعيه الراجل ده كده. هو الراجل واقعي جدا وجاي على حاجه جديده وفريق جديد وطموحات جديده وكل حاجه اتغيرت. 2017 خلاص انتهت يا ايمن، وكل هي مش كل سنه. لا مش قصدي، انا قصدي ان هو يبقى حافز ليه. لا 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 ما اعتقدش، حتى الحافز موجود من غير ما يتكلم عن الماضي. الحافز موجود انك عايز توصل البطوله، الحافز موجود عايز تكسب البطوله، مش توصل النهائي ان شاء الله، تكسب ان شاء الله باذن الله. ده الحافز الاكبر.